أسعد الله مساءكم أعزائي المشاهدين بكل خير في حلقة جديدة من واجه الحقيقة، يبدو أنها صاخبة كأسبوع الصخب الذي مر واجتزناه بحمد الله بهدوء بعد أن تراجعت الحكومة عن قرار رفع اسطوانة الغاز ورفع رسوم السيارات. ولكن هل كانت القضية قضية نصف دينار تم رفعها على جرة الغاز، أم أنها اصطياد للحكومة في الماء العكر كما قال الكاتب فهد الخيطان والذي حظيت زاويته بهجوم حاد من الجمهور؟ هل هي قصة رفع رسوم، أم أن هناك من يستقصد أي قرار للحكومة بعد أن استسهلت الحكومة تزويد الموازنة بما تبقى في جيوب الشعب إذا بقي في جيب الشعب شيئا، فقد نهشت القرارات الحكومية والأسعار الأخيرة لحمه وعادت لتنهش عظمه. هل تساوي عوائد الرفع عوائد الكلفة الأمنية والاقتصادية لا سمح الله لو امتدت هذه الأحداث إلى الشارع؟ ورأينا أن قرارات سلبية أطاحت بحكومات كبيرة وبدول كثيرة. هذا أسبوع الصخب هو عنوان حلقتنا الذي أتشرف أن أستضيف فيه سعادة النائب يحيى السعود. مساء الخير أبو محمد. مساء الخير. وسعادة النائب معتز أبو رمان. مساء الخير أخي معتز. مساء الخير. نبدأ من حيث انتهينا أبو محمد. اليوم تفاجأنا بقرار من النائب يحيى السعود لأول مرة يطري على حكومة عبد الله نشور. تغير في الموقف ولا قراءة للحظة بحدثيتها أبو محمد؟ يا سيدي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة اليوم أنا يعني بدي أسجل عتبي وتحفظي على قناة الحقيقة لأنه يعني كنت أنا بعرف أن هاي القناة يعني بتستضيفني لوحدي، تفاجأت بوجود زميلي معتز أبو رمان. ولأنه أنا يعني والله أنا اسمع والله ما أنت مكسب طلع معك إيه مكسب بس أنا موجود يا جزء لأنه يعني صار معلن على الحلقة، فأنا بعتذر أني أنا يعني أكمل هاي الحلقة، وأنا يعني سوف أقاطع قناة الحقيقة من هذا لا هذا لا اليوم لا لا لأنه يعني خدعوني ويعني صديقنا لا بجوز بالمون بالود لا لا مش بالود ولا بالموني أنا بالود. يعني أنا لي موقف تجاه معتز وهو بعرف موقفي تجاهه ولا لي موقفين يا سيدي حقك أنت فهمت علي كيف بس أنا اليوم يعني أنت بتقول إنه أنا أثريت الحكومة يعني شكر أنا إحنا اليوم شكرنا مجلس النواب حقيقة لأنه مجلس النواب اليوم يعني كان موقف مع الشعب الأردني نعم. كان له موقف واضح وصريح، وأنا بعثت برسائل لرئيس مجلس النواب وطلبت منه أن لا يستقبل رئيس الوزراء إلا إذا عدل عن قرار الحكومة بالتراجع عن رفع اسطوانة الغاز وكذلك رسوم الترخيص. حقيقة اليوم يعني مجلس النواب سجل سابقة وانتصر على الحكومة، وكنا نتمنى أن تكون العلاقة كما يدعي رئيس الوزراء بدهائه ومكره بأن العلاقة بين مجلس النواب والحكومة علاقة تشاركية، لكن حقيقة هذه العلاقة ليست تشاركية ولن تكون تشاركية، لأنه الحقيقة يعني رئيس الوزراء ينظر إلى مجلس النواب على أنه يعني مجلس يعني سوف يحصل بالثقة، لانه في بعض الزملاء الذي جالس على يمينك هو من يعني اذا اي واحد فينا حاول ينتقد الحكومه بينط له معتز وامثال معتز مجلس النواب وبيدافع عن هذه الحكومه، وكاني انا بقول انه هذول النواب يعني وجدوا ليدافع عن هذه الحكومه. دعني اقول انه يعني اليوم انا يعني شكرت الحكومه. معتز لا تقاطعني وانا بعدك معك معي قاطعني خليني احكي بعدين انت بعدك حقك تحكي زي ما بدك ترد وقتك تفضل. يعني اليوم احنا مجلس النواب عندما اجتمع المكتب الدائم مع الحكومه وتراجعت عن هذا القرار، ويعني انا بقول ان الحكومه يعني للاسف احنا ما عندنا اعلام رسمي يدافع عن قرارات الحكومه. اليوم انا لما بطلع رئيس وزراء بحكي للنواب انه قرار رسوم الترخيص اخي عمر وانا شكرت الحكومه لأنه القرار اللي اليوم اتخذته الحكومة هو لمصلحة المواطن. أنا بعطيك الدليل عمر، الآن لما بطلع رئيس وزراء بقول أنه ترخيص المركبات من فئة 500 سي سي إلى 1600 سي سي كان يدفع من 45 دينار حد أدنى إلى 100 دينار، الآن على الجميع أصبح 45 دينار. هذا في خدمة للمواطن ولا سلبي للمواطن؟ أنا بقول للمواطن. القرار الثاني من 1600 سي سي إلى 2000 سي سي من 92 دينار ل 200 دينار أصبح بده يدفع 64 دينار. كذلك الأمر من 2000 سي سي ل 2500 دينار من 175 دينار ل 300 دينار الحد الأعلى
أصبح المواطن يدفع 173 دينار لصالح المواطن. وهذا تقريبا بدك تذكر محمد دول 70% من سيارات المدينين. لا 80% إحصائية اليوم كان مدير الترخيص العميد الكفاوين شرح هذا الموضوع. هلا القرار اللي كان في خلاف عليه بين مجلس النواب والحكومة على 3000 سي سي ل 4000 سي سي كان يدفع 130 دينار حد أدنى وحد أعلى 500 دينار. عملت الحكومة قرار بأنه 440 دينار. تراجعت الحكومة اليوم عن هذا القرار وخلت القرار من 3000 سي سي ل 4000 سي سي خلته زي ما كان. وكذلك الأمر ل 4000 سي سي فما فوق لغاية 6000 7000 سي سي كان 130 دينار ل 1100 دينار. سوت الحكومة 650 دينار. هذا أصبح من 130 دينار ل 1100 دينار. أصبح زي ما هو. يعني القرار الحكومة الآن أعلنت أنه ما بعد هذا التاريخ ما بعد 5-12 أو 6-12 اليوم. نعم. 6-12 أي واحد بيشتري سيارة ما فوق 3000 سي سي إلى 4000 و 4000 سي سي فما فوق بده يدفع 440 دينار و 650 دينار. وبالتالي القرار إحنا نحن لا نعارض الحكومة من أجل المعارضة. نحن نعارض الحكومة عندما يكون هناك قرارات لا تخدم المواطن الأردني. ودعني أقول لك أخي عمر أنت من يعني من حد ما أتى دولة عبد الله نصور وأنا يعني أختلف معه. الهايبرد بس بالله بتوضح للناس الهايبرد. سيارة الهايبرد يعني نزل الترخيص تبعها 50% من الترخيص. وبالتالي يعني هذا القرار أنا بقول يعني أنا كمجلس نواب عندما تراجعت الحكومة عن هذا القرار اليوم يعني أنا بقول هذا قرار بيخدم المواطن وفي خدمة للمواطن. وبالتالي أنا يعني لازم أنا أكون مع هذا القرار وأشكر مجلس النواب والمكتب الدائم اللي حقيقة يعني أثنوا هذه الحكومة عن قرار رفع الأسعار بالنسبة لموضوع الترخيص. هناك في موضوع أخي عمر يعني لابد أنه إحنا نتحدث فيه. أنا اليوم يحيى سعود معارض لهذه الحكومة. أنا لست أعارض من أجل المعارضة ولا فقط معارضة عدمية. ولا معارضة عدمية. اليوم أنا في قرار بخدم المواطن وأنا كان عندي الجرأة اليوم أقول تحت القبة أنه هذا القرار بخدم المواطن الأردني وبالتالي أنا مع هذا القرار. بس للأسف ما عندنا لما كنت احكي على حكومه عبد الله منصور واقول ما عندنا اعلام رسمي. انا اخي عمر شوف البرامج التلفزيونيه الاعلاميه اللي بالتلفزيون الاردني شوف مين بيستضيفوا فيها شوف مين بيحكوا عليها. للاسف انا شو بدي بالله عليك اعلم اولادنا البيتزا والهمبرجر والصبح بيجيبوا لي كيف بنسوي شو اسمه هذا الميك اب كيف بنسوي العجينه اللي مش عارف ايش. انا بدي مع احترامي لك ياخذوا ناس يعني هذا لو طلع الناطق الاعلام باسم الحكومه الاردنيه شرحوا للمواطن الاردني. تعرف ابني عمر اليوم الصبح بيقول لي يا يابا هذا في خدمة للمواطن انتوا ليش تايرين يا يابا. اقنعني اليوم ابني. صحيح. بس لما شرحوا رئيس الحكومة اكثر للنواب اقتنعنا انه فعلا انه هذا الكلام بيخدم المواطن الاردني. وبالتالي اخي عمر انا لم اشكر الحكومة من باب اني اشكر. انا لما اليوم طرح الزملاء رول الحروب والعساف الشوبك طرحوا الثقة انا رقم 12 في توقيعها. وانا لن اكون مع هذه الحكومة. وانا اصلا اقول ان هذه الحكومة يجب عليها ان ترحل واصبحت عبء على الشارع الاردني. وانا بقول اصبح وهذا لا ينفي قرارها الايجابي. نعم لا 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 اخي عمر انا عندي من الجرأة. انا مش زي معتز ابو رمان وزملائي اللي بيدافعوا عن الحكومه سلبا او ايجابا. ما بيحكي واحد تحت القبه الا بنطلع قديش موقف يتعرض له معتز محرج وهو دافع عن الحكومه عن سياسه الحكومه. بالتالي انا بقول هذول النواب للاسف هم اللي عهروا مجلس النواب وهم اللي اساءوا للنواب في الشارع اللي بيدافعوا عن هذه الحكومه. هذه الحكومه اللي انا بقول ليست شرعيه. هذه الحكومه التي شرعيه اخذت يا سيدي الله يخليك سيدي خلاص شرعيه بثقه الاجهزه الامنيه اللي دفعت لهذه الحكومه يا عمر. انت بتعرف الشرعيه لما واحد مع احترامي لك يعني ما بيع باب الحكم يا عمر الله يخليك خلنا خلصت ما خلصت يا اخوي. شو بدك تاخذ الحلقه كلها يا خلص يا معتز نفس الوقت راح تاخذه. طيب قدي هذا ظلم يا عمر ناقل الكلمه هذا ظلم يا عمر. بس يا معتز الله يخليك انا اللي بدير الحوار مش انت. انت لك تاخذ نفس الوقت اللي اخذ يا عمر خلص فيسبوك خليه يدير على الفيسبوك يا عمر يا جاي معتز. طب خلص خلص يا زلمه ما خلصت انا يا اخي. شو هذا الجولة الجاي؟ طيب. أنا بدي أسألك سؤال معتز الآن. لا أنا بس بدي أحكي مقدمة. قبل ما تعقد. لا لا أنت لا تحدد علي بس أنا بدي أحكي مقدمة. بدي أسألك وجاوب. لا ما في نقطة مهمة بدي أجاوب. بدي أجاوب اللي حكى عني زميل. لا أنا بدك تجاوب. لا سمعت. لا سمعت خليني أجاوب لك. لا بدك تجاوب بعد مسألة مش تجاوب عليه. بدي أسألك وجاوب. اسأل. السؤال الآن أنت أدنت الحكومة لأول مرة في قرارها برفع أسعار. أدان إيش يا عمر؟ أدان إيش؟ يا أخي سمعت خالي. أدان إيش يا عمر؟ أدان إيش يا عمر؟ أنا بدي إعلام احترامي لك بس هنا إحنا كل واحد يصرح بالكذب يا عمر. الآن أنا بدي موقف إيجابي. يا فرات خاطر يا زلمة. معتز. شو أنا بقفص يا زلمة؟ اسمع أنت بتقول لي أدنت. أنا بس بدي
عنده الجرأة معتزة بحكي قدامه يا أخي أنت لا توجه سيئة يا عمر يا تكون قد حالك يوقع على قرار يا أخي الله يخليك قد حالك عنده الجرأة يوقع على قرار على عندك الجرأة يا أخي أنت دخلك أنت مدير علاقة أنت لا أقعد واستمع هلا خلص حكيت اللي عندك أولا يعني أنا لا يشرفني إني أكون في هذه الحلقة مع لا لا ما هو ذا لا لا اسمح لي بس أخذني أوفي لك لا لأن يا سيدي سمعت تستقبل كل الآراء يا سيدي ممتاز أنت تعلم أنك جئت إلى حلقة على الأقل يحيى لا يعلم أنت كيف لا يعلم بالجلسة حكيت له أنا طالع على الحلقة أنا والله كنت أمزح أنت ما بمزح كيف أمزح الحلقة يا عمر أنا بمزح أنا ما بمزح بدي أترجاك يا عمر لا لا ما بدي شو تنهي الحلقة ليش تنهي الحلقة بدك تنهي الحلقة ليش تنهي الحلقة يا عمر هو بيعرف إنه أنا بطلع معه وأنا بطلع معك ومع أشكالك إذا إن شاء الله يا حبيبي إذا سمعت خلي الحكي مناقلي وخلي عندك الله يخليك يا سيدي بروان انا حكيت لزميلي انا طالع على الحلقه الدوليه هسه هو فكرني بمزح هو ما عندوش الشجاعه انه يحكي الحقيقه هذا برجع له انا ما عندي لكن شجاعة أنا اذا انت بتنكر ان انا حكيت لك اذا بتنكر ان انا حكيت لك هذا مرجعك مشكلتك انكر انا ما حكيت لك بالجلسه انا طالع على الحقيقه تمزح ممتاز انا كنت تمزح ايش طلع يحيى يا سيدي معلش علي انا يا عمر يا سيدي مش خلاف مش انا يا عمر مش حاكي معك انا وياك اسمحين على خلينا بالحلقه يا اخي انك الضيف الوحيد في هذه الحلقه طيب شو الجد يا عمر يا سيدي ما انا بقول لك يا معلش 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 انا امام الناس بحكي يا سيدي معلش بضل زميل وبضل اخ عزيز انتوا زملاء واخوان مش خلاف تفضل وهو كبير بالعمر وكبير بالقدر بالقدر يا اخي يا ابو محمد شو بدك قلبه طيب هو ابو محمد تفضل ماشي مشكله احنا بنجامل لكن على مصلحه الوطن بنحط بنحط على اليمين يا سيدي كالتالي اولا بشكرك على هذه الحلقه المثريه لانها فعلا المواطن الاردني اليوم جسد الواقع اللي حصل حاله ديمقراطيه حقيقيه عندما استطاع مجلس النواب ويعني والضغط الشعبي والإعلام الذي رافق المسألة بتحويل قرار رئيس الوزراء من رفع أسعار الغاز وعدل ما بديش أسميها أنا بجوز بختلف مع زميلي يحيى فيما يتعلق بموضوع تراخيص السيارات هو كان في رفع على تراخيص السيارات لكن اللي حصل اليوم هو تعديل يعني أبقينا في مجلس النواب على الميزات التي وجدت في القانون من حيث أنه ما هو أقل من 3000 سي سي تم تخفيضه أبقينا على هذا التخفيض هاي تحسب للمجلس وللمكتب الدائم وما فوق 3000 سي سي انقسم إلى نوعين ما هو قبل هذا القانون يعني قبل هذا النظام نعم أي مواطن عنده سيارة سابقة لهذا النظام قد تكون هذه السيارة موديل 2000 أو 2005 مثلا وما بعد هذا القانون هسه ما بعد تاريخ اليوم سيكون هنالك تطبيق للتعرفة الجديدة للنظام. لمين لمن هو يشتري سيارة فوق 3000 سي سي نعم. المنطق بيحكي مين بيشتري فوق 3000 سي سي و 4000 سي سي المقتدر اللي الحديث الحديث لا لا الحديث لو سمحت الحديث لا لا بس في فترة لما وقعوا اتفاقية مع أميركا هي اللي قالت للناس ممتاز لا لا بس معلش اليوم السيارة اللي بتسوى 100,000 وربع مليون و 150,000 هاي السيارة اللي نقصد منها أن يكون عليها الرسم العالي السيارات اللي ما قبل تاريخ التسجيل في منهم انفوي وفي بيكاب وفي باصات وفي كذا هاي انت بتظلم لما تيجي تقول له انت اشتريت السيارة بعشر آلاف دينار أو 12,000 أو 15,000 واليوم صار قيمة السيارة نزل للنص هذا ظلم أنا كنائب ما برضيت هذا ظلم عربت على ببيان واضح وصريح بجوز انت قرأته وزميلي قرأه وكل ما موقع في الأردن اخذ هذا الخبر مفاجأة انك معتز ونعم يعني مفاجأة من النواب اللي دائما مع الرئيس ممتاز يا سيدي انا احترم مواقف السياسية لكن زي ما حكيت لك قبل دقيقة لا اجامل عساب الوطن دولة الرئيس اخ عزيز بحترمه بقدره بجوز غيري من الزملاء بتعامل معه باسلوب شخصي بيسيله شخص لا انا بحترمه كاخ كبير وكأب يعني بجاملش بهذا الموضوع لكن في المواقف السياسية كان موقف سابق بتذكره أخوي يحيى عندما كانت موازنة العام 2014 كادت أن تسقط الموازنة كنت أنا في حزب المعارضة عن الموازنة مش عن الرئيس ولم أرفع يدي بالتصويت على الموازنة وكانت أخطر مرحلة تمر بحياة الحكومة في تلك اللحظة لأن عدد الأصوات التي حصلت عليها 52 صوت لا أزال أذكر من أصل 101 صوت يعني بالكاد نجحت لو كمان 2-3 ما رفعوش إيديهم كان سقطت الموازنة لماذا ما رفعتش إيدي يعني هو أنا بعدم مؤاخذة بداقر لا موقف أنا زلمة اقتصادي مقرر لجنة اقتصادية لمدة عامين
أي أمر لا يتوافق مع المنطق المصلحة الاقتصادية الوطنية أنا بعرضه. الاقتصاد يا أخي الكريم أصبح بالأردن يتوجه من حالة الاقتصاد الاستثماري إلى اقتصاد جباهي. يعني أنت اليوم أصبح كل خلل بتعالجه برفع الأسعار إلى أن وصلنا إلى ما هو طفع الكيل. يعني أنا ما أقول بلغ السيل الزبا، أنا بعبر عن الشارع الأردني، أنا بعبر عن السخط اللي صار بالشارع. هي نصيحة كانت بياني، كان في نصيحة لدولة الرئيس أنك عليك أن تتدارك هذا الأمر لأن سياسة رفع الأسعار أصبحت غير مجدية. أعتبر رقيق مش زي عتب يحيى السود. والله وليس يعني بديش أعقب بلاش طيب. تستثير طيب. أخوي يحيى. لكن أنا بدي أحكي شغلي. يعني اليوم أنا... اليوم أنت يعني ممكن أختلف أنا وياك. ولكن في هذا الوطن يجمع الأضداد على حبه، يعني ممكن أنا وياك مختلفين لكن بالنهاية تجمعنا مصلحة واحدة. واللي حصل برجع أكد عكس ديمقراطية، جسد أن الشعب هو مصدر السلطات، وهذا مبدأ الدستوري الأول في الأردن، هذا أهم مبدأ في دستورنا الأردني أن الشعب هو مصدر السلطات ومنه وأن الشعب يشتمل كل السلطات. تراجع الرئيس والحكومة كان شجاعة وكانت أمر حتمي، موقف النواب يسجلوا التاريخ، ومن ينتقص من دور النواب في هذا الموضوع بظلمهم. أنا بدي أحكي بعض الزملاء بجوز اليوم هم غايبين هسه بديش أجيب سيرة وأسمي، لكن بعض الزملاء يعني نقل الحالة من دور نيابي إلى دور لا بدي أحكي الجملة كيف يعني إحنا كلنا وطنيين، أن نتزاود علينا بوطنية بعض الزملاء وكأنه الذي في واحد موقفه مع الناس. يعني خليل عطية يا سيدي اليوم شو قال بكل بساطة وبراء، قال يا عمي تشكر الحكومة ويشكر مجلس النواب على أنه استطاع إرجاع الحكومة عن قرارها. شو الخطأ اللي غلطه؟ لا مو قال هو اللي مش عاجبه يضرب راسه بالحيط. لا ما قال، لا 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 ما قال، لا 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 ما قال، انا سامع كلمته. اللي اثار الزملاء الاخرين ان هذا الموضوع كان بدناش ينتهي، يعني ظل مستمر. طب العكس، انا اليوم انتقلت من مرحله الى مرحله اخرى، مرحله ديمقراطيه صوريه الى ديمقراطيه حقيقيه، وانا لو تكرر رفع الاسعار ساكرر نفس البيان ونفس المطالبه. شكرا شكرا ابو محمد. طيب وين باقي الرخص، رسوم الرخص، رسوم الرخصة للمرة الأولى، رسوم الفحص الفني، هذه الرسومات اللي ارتفعت وين هي؟ ليش ما تبعتوها اليوم ولا حكيتوا فيها؟ خلي ما تزي جواب. أنا ما بدي، أنا ما بدي، أنا بدي أظني مستمع لي. لا ما بصير، أنا مشان الناس بدي أظني مستمع. لا والله غير جو. أنا يا أخوي الله يخليك والله غير جو. أنا يعني أنا يعني أنت اليوم يعني أنا يعني كرامة للناس أنا جيت أطلع على هاي الحلقة. أنا ما بدي أحكي. لماذا غاد ليش ما تبعت؟ أنا ما بدي أجاوب، أنا بترجاك اعفيني من الإجابة. لا يا أبو محمد اعفيني من الإجابة، اعفيني من الإجابة، لأنه حقيقة أنا يعني لما بطلع بقول لي معتز أنه أنا طلعت بيان وقلت بلغ السيد الزبا، اليوم كان في مذكرة حجب. نعم. هل تجرؤ يا معتز أنك توقع على هاي المذكرة؟ نعم. أجاوب ولا لا؟ بس جوال جاوبني. أجاوب ولا هل كان لك موقف تحت القبة؟ طب تعطيني الأجاوب. كان لك أجاوب موقف أجاوب تحت القبة. نعم. إلا أنك أنت تختلق مشكلة من أجل أنك تدافع على هاي الحكومة؟ نعم دور اجوب. طب ايش انت اعطيني موقف بس. طيب. موقف واحد أولاً ايجابي. اولا انا بديش انا بقول يا بديش احول الحلقه الى سجال عشان مش موضوع سجال، لكن بس بدي اجاوبك. موضوع بصير تسال ما تسمعش الجواب، بصير تسال يا رب سمعك يعني احكي ولا انت سالت. انا مجلس النواب اعطيك الجواب. طيب يلا ماشي. النواب اليوم ماشي، احنا حقيقه يعني في بعض الزملاء في بعض التصرفات الفرديه اللي بتاثر على اداء المجلس. اليوم مجلس النواب كان أمام امتحان، وهذا الامتحان نجح فيه مجلس النواب اليوم. وانت بتقول لي الحكومة يعني شجاعة رجع، لا ما رجع شجاعة، رجع غصبا عنه مش بخاطر، رجع رئيس الحكومة ما تراجع يعني ما تراجع بخاطره، لأنه شاف أنه النواب كانوا جادين. حتى النواب اللي مثلك يا معتز بل يعني طلعت بيان فقال لك إذا معتز تحاول حس إن لسانك إذا يعني أنا ما أسأل. طيب أنا بقول مثلك، طب أنا سبيت الدين يعني أنا ما سبيت الدين، أنا بقول لك النواب اللي أنا قايم عليك والله، النواب اللي اللي بدافع دائما مع الحكومة، اللي دائما مع الحكومة. نعم نعم يعني النواب يعني أنت قسمنا هسا نوعين، مع الحكومة ضد الحكومة. طيب. هيك لا مش مع الحكومة ضد الحكومة. خلينا عشان نتجاوب. أنتوا يا ريت إنكم مع الحكومة، إحنا مزعلين مع الحكومة، هي حكومة سنغافورة، هي حكومة المملكة. طيب. طيب. يعني أنت بس أنت يعني منبطحين. أنت من أنه طب أنت من أنه نوع؟ أنت أنا 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 أنا, أنا أنتوا منبطحين انبطاح. أنا بدي أنا بدي يا عمر أترجع. تأخذ الدكتور خالد الكلالدي عشان تسمع منه ويسمع منه. مساء الخير معالي الدكتور خالد الكلالدي
وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية. ألو. ألو. مساء الخير، ما عليك. أهلا وسهلا. هذا يعني دكتور، أنا بالاستوديو معي سعادة النائب يحيى السعود وسعادة النائب معتز أبو رمان. سعادة النائب يحيى السعود يقول أن الحكومة تراجعت تحت ضغط النواب ولم تتراجع، يعني كرم أخلاق إنجاز التعبير. نعم محمد. صحيح. لماذا تراجعت الحكومة؟ لماذا عدلت؟ ما هو الموقف الرسمي الذي دفع الحكومة إلى التراجع خطوة إلى الخلف في قانون في سحب النظام؟ تحياتي لك وللأستاذ النواب الأستاذ يحيى السعود والأستاذ معتز. الله يكرمك. ضيوفك بالمناسبة الصوت من عندك سامع أنا واضح، لكن أنا فهمت السؤال. لا صوتك واضح. نعم. الأمور حدثت على الشكل التالي: الحكومة بوزاراتها المتخصصة الثنتين اللي هي الداخلية والنقل بما يختص برسوم المركبات، والقرار الثاني لوزارة الطاقة بالتسعير الشهري للمشتقات النفطية، فعلت ما تم اتباعه من مدة طويلة بتحرير أسعار النفط والمشتقات النفطية. القرار جاء في وقت قبل الموازنة، وكان هناك عليه ردة فعل شعبية رافضة كبيرة، عبر عنها الأخوة في مجلس النواب، وجرت اتصالات ما بين مجلس النواب والحكومة وكانت من خلالي، وارتأينا أن نتباحث وأن نستمع إلى وجهة نظر الأخوة في مجلس النواب. التقينا اليوم رئيس الحكومة وخمسة وزراء ستة وزراء آخرين، واستمعنا إلى وجهة نظر النواب، ومن منطلق المسؤولية الوطنية اللي بتتبتع فيها الأخوة النواب تباحثنا معهم ووصلنا إلى ما وصلنا إليه من نتائج. الحقيقة لو لم يقم الأخوة النواب بطلب هذا اللقاء وشرح وجهة النظر لكان القرار استمر من قبل السلطة التنفيذية، لأن الحكومة هي منوط فيها أن تقوم بالإصلاح الاقتصادي كما ترى، لكن الأخوة النواب عبروا عن رغبات ومطالب الشرائح الاجتماعية الأردنية. نعم. والحكومة استمعت إلى ذلك. الآن نحن لا ننظر لها قصة غالب أو مغلوب، بالنهاية نحن جميعنا نعمل لوطن، وندرك تماما أن الذي يمثل الشارع الأردني المنتخب هم الأخوة النواب. استمعنا إلى وجهة نظرهم، استطاعوا أن يقنعونا، ووصلنا إلى الحلول التي وصلنا إليها. أبو محمد في لك سؤال لمعالي الدكتور خالد. أنا بس بدي أقول لمعالي الوزير خالد بيك، اللي دائما أنا يعني هو بتحملني وأنا كثير بكون يعني أثقل عليه، اليوم يعني بالمصادفة رن تليفون دكتور خالد مع عاطف الطراوني، فأنا رديت على التليفون قلت له معاليك أنا يحيى السعود، تحملني دكتور خالد، قلت له لا مرحى لا مرحى فيكو في مجلس النواب. قال لي مين؟ قلت له انا يحيى السعود، وهي التليفون لعاطف، يا عاطف انا قلت واحد. فالدكتور خالد حاول يعتذر رئيس الحكومه ويتملص اليوم من لقائه، انا كنت موجود، انا بشكر رئيس مجلس النواب اللي اصر على حضور رئيس الوزراء، وحاول وزير الداخليه والدكتور خالد ومجموعه من الوزراء، انا كنت حاضر اللقاء، انه يثنوا يعني رئيس الوزراء ما يجي حتى يتملص من مسؤولياته، لكن انا بشكر رئيس مجلس النواب اللي اصر على انه رئيس الوزراء يجي. طيب هي كنت منسخ الموضوع؟ انا مش منسخ الموضوع، انا حاولت يا دكتور ما تخلوا الرئيس يجي اليوم. الو انا للاسف اخي عمر لو ترفع صوتك في مشكله بالصوت. من انا بقول لك، هل حاولت اليوم انه رئيس الوزراء ما يجي على الجلسه مع النواب؟ لا هو 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 الجزء الذي ذكره حدث الاستاذ يحيى، لكن الدوافع كانت شيء اخر. رئيس الوزراء كان منشغل مرتبط في اجتماع اخر، واقترحت طيب على بناء على توجيهات دولة الرئيس على رئيس مجلس النواب أن نأتي الوزراء لوحدنا لكي نجتمع، لكن رئيس مجلس النواب أصر بوجود دولة رئيس الوزراء وجرت ترتيبات. لأنكم لا تملكون القرار دكتور خالد، أنتم أصحاب قرار الوزراء اللي جيتوا اليوم، صاحب القرار وصاحب الولاية ورئيس الوزراء. بس بدي أسأله معليك. حقيقة إحنا كان ممكن أن لا نستطيع أن نعطي إجابة مباشرة لو لم يكن الرئيس معنا. أشكرك، أنا بشكرك دكتور خالد. هذه جرأة من معالي الدكتور خالد الكلالدي، سعادة النائب معتز أبو رمان. دكتور خالد هاي حليفك وحليفك الاستراتيجي. معليك معليك الحليف الاستراتيجي معتز أبو رمان بدي أوجه لك سؤال. معليك بس أنا بدي أسأل سؤال بعيدا عن وغوشات يحيى بيك. اليوم إذا بنطلع على التشاركية التي تحدث عنها دولة الرئيس،
وبنحكي تشاركية كذابة بإطار تفعيل حقيقي لهذا الدور. لم يكن من الأجدى مع الوزير بدل ما ندخل في مرحلة خلينا نحكي الحوار الصعب أو التكسير العظم، ليش ما قدمتونا إحنا كلجنة اقتصادية في مجلس النواب وجهة نظر وأراء حول رفع الأسعار على سلع أساسية تهم المواطن، سواء الغاز أو سواء السيارات؟ يعني أكيد كان ممكن نطلع بدراسة ورؤية تخدم مصلحة الوطن وتخدم مصلحة المواطن، لأنه إحنا بالنهاية يفترض تكون على خط أو مسافة واحدة. أنا وجهة النظر الشخصية اللي بديها توصل للمستمعين جميعهم، لأنه بجوز يعني البعض أحيانا بطريقة أو بأخرى بجوز بحاول لبسك تهم أنت مش فيها، لكن أنا لن أكون يوما إلا بصف المواطن يعني، وبالتالي النائب يمثل الشعب، وكي تكون دائما حكومتكم يعني قادرة على التجاوب مع الوضع الذي وصلت إليه سيء للغاية في الشارع الأردني، ليش ما أنتوا تتنافوا هذا الحق وأنت كونك يعني وزير الشؤون البرلمانية، فليش ما تنسق هذا الموضوع مسبق ما عليك؟ تفضل ما عليك. طيب أخي معتز شكرا على السؤال الحقيقة أو على الملاحظة، ليست سؤالا أنت برأيك وهذا حقك. الحقيقة في جزء ليس قليل من الأخوة النواب يرفضون أن نشركهم سلفا في اتخاذ القرارات التنفيذية بدعوى أننا قد نورط النواب في قرارات إلا اللجان التقنية معاليك، يعني لجنة يعني اقتصادية تختلف. هذا جانب. الجانب الآخر تحرير أسعار النفطية مدى عليه السلم، والمعادلة معروفة ومكشوفة ومنشورة على موقع وزارة الطاقة، وكل ما هناك تركب الأرقام عليها ونستدل، وكما تعلم صديقي العزيز كما وصفك سعادة أبو محمد الحليف والله بتشرف والله معليك حلف فاشل هذا. كما تعلم أن على الأقل أنا واضح معليك، واضح أنا ما عنديش عشر أنوال في اللجنة التي تسأل المشتقات النفطية يوجد بها رئيس لجنة الطاقة، لكن صدف في هذه الفترة أنه لغاية الآن لم يكن رئيس لجنة الطاقة مختار، بالتالي لم يحضر الاجتماع الأخير. هي ليست بشيء جديد كما ذكر رئيس الوزراء اليوم. الحقيقة الخطاب الإعلامي للحكومة كان قاصرا، لم يجري التمهيد له وشرحه للناس. كما تفضل سعادة محمد اليوم مجلس النواب، قرار ترخيص المركبات هو لصالح الناس لكنه فهمه بالشكل الخاطئ، وهذا برضه كمان لم يأتي من فراغ. هناك مجموعة بس معلش معني قرار السيارات مش كله بالكامل لصالح الناس، احنا التعديل اللي حصل اليوم اصبح لصالح الناس 100%، بتعرف وخصوصا انا اعتقد اخي معتز انا اعتقد ان من يمتلك سيارة كبيرة ومن ينفق وقودا كبيرا ومن يلوث الجو بشكل كبير عليه ان يدفع، حتى بس في مديرات كثيرة ثمنها هذه معايير دولية. سمحت لي معالي بس التعديل بس لا التعديل اللي اضفناه لا التعديل اللي اضافه معتز التعديل اللي اضافه مجلس النواب كان مجدي جدا، لانه معالي انا تسمح لي كوزير للتنميه السياسيه. الو نعم. معالي انا بدي اسال، هل تعتقد ان العائد المتوقع من هذه من اسطوانه الغاز او من الرسوم هل كان يعني يساوي لا سمح الله حالة انفجار شعبي؟ الكلفة الأمنية، الكلفة الاقتصادية لهيك قرار ألا تدرس بمساواة الكلفة الأمنية؟ أستاذ عمر، الأمور لا تقاس بهذا المجال. على أهمية ما تفضلت به وهو الأولوية القصوى، إنه الأمن الاجتماعي والسياسي بالأردن هو أولوية أولى، لا مجال في ذلك ولا شك في ذلك، لكن سياسة الدعم في قطاع المحروقات ألحقت خسائر كبيرة في خزينة الدولة وندفع أثمانها الآن. الآن الأردن يرزح تحت مديونية ضخمة تعلو وتكبر كل سنة نتيجة الفوائد فقط لحد غيرها. صحيح مليار. المبدأ بحد ذاته يجب أن لا نتخلى عنه، لكن هلا كما حصل اليوم بعد التشاور مع السادة النواب وبعد النقاش اللي جرى تحت القبة يمكن تدبير الأمور من مكان إلى آخر. صحيح. لكن مبدأ لا أعتقد أن التخلي عنه. أنا بحكي ليش جيبت المواطن اللي مستهدفها الحكومة؟ صح. يعني ليش بنفكر بالحل الأسهل؟ صح. والأسرع يا معالي؟
كان ممكن نفكر زي ما فكرنا اليوم من هون شوي ومن هون شوي ندبرها. هذا الحل الحل مطبق من سنة، ليس الأسهل ولا أسرع ولا أسرع، هذا الحل مطبق من سنة. نعم. لكن للأمانة أنا لا أريد أن أوجه اتهامات قبل أن يعلن وأن يفهم مضمون القرار. جرى تحشيد حمله، كل واحد له دوافع وهذا شيء مشروع بالسياسة، لكن جرى عملية تضليل كبيرة للرأي العام بأن هذه القرارات هي عدوانية، هي ضد المواطن، وهذا من وجهة نظر الحكومة ليس صحيحا. لكن بعدما استمعنا إلى النواب وناقشنا تبين أن قصة استوانة الغاز قد تشكل عبئا ماليا على شرائح واسعة من المجتمع، وجرى التراجع عنها. والقضية السيارات ترخيص المركبات اتضح أنه لصالح الناس، لكن هناك سيارات قد تخسر أو مواطنين قد يخسرون الذين يمتلكون سيارات من سنوات صنع قديمة، جرى أخذ موضوعهم بعين الاعتبار بعدما أبيع. لكن ما عليك، المواطن اللي وقع اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا وبالتالي نزلت أسعار السيارات كرمال عيون الأمريكان، يعني أنا ليش أتحمل وزر قرارات حكومات سابقة؟ بس تعدلت هسه خلص هذا. أنت أخي أستاذ عمر، في من 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 منظورين ممكن أن ننظر إلى الماضي. نعم. ممكن أن ننظر إلى الماضي بمجرد شتمه، ممكن أن ننظر إلى الماضي كي نستفيد من التجربة ونصحح. نحن نميل في الحكومة إلى الجانب الإيجابي. نعم. إذا كانت هناك أخطاء قد ارتكبت، نحن لا نريد أن نعلق بشارك، نريد أن نصحح الأمور من وجهة نظرنا. لكن مخطئ هذا وارد، مصيب أعتقد أننا هذا ما نسعى إليه، لكن في المستقبل والتاريخ هو الذي سوف يحكم علينا. وبدليل اليوم تراجع الحكومة دليل جدي وواقعي على أنها تستمع إلى مجلس النواب الذي نحرص كل الحرص على أن يبقى مؤسسة قوية محترمة مهابة، لأنها هي بوابة الإصلاح سواء كان السياسي أو الاقتصادي. شكرا معالي الدكتور خالد الكلاندي وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، شكرا جزيلا لك. أبو محمد، يعني اليوم أنت بدك تعمل مشكلة مع الوزير، طيب جاب الرئيس، شو مزعلك؟ لا هلا مش مزعلني، أنا يعني بدي أقول أنه معتز أخونا معتز، يعني والله أنا يعني والله أخونا هاي نحن والله أنا مش حاب يعني تطرد أخونا، مش حاب أطلق عليه زميل لأنه كلمة زميل شايفة ثقيلة، بس أخونا يعني بتضل يعني أخونا في الإسلام، أخونا في العروبة، أخونا في الله يكرمك يا سيدي، أخونا في المجلس، أخونا في المجلس، أما لا أخونا زميل يكون في لك عليها منسف، يعني أنا بضحك أخونا لما يحل عني، بس أنا بضحك على كلمة تشاركية. نعم. يعني هو بيعرف معتز إنه كلمة تشاركية بعيدة عن عبد الله نسور، دولة رئيس وزراء عبد الله نسور مثل مهانة والصين، والله إنه آخر إشي بفكر يشرك فيه النواب بقضايا زي هاي القضايا. حقيقة أخي عمر، هذا الموضوع زي ما تفضل معتز وحكى كلمة، قال لو إنه يعني أشرك النواب في هذا الموضوع كان ما عمل هاي الضجة، بس للأسف إذا وزير الإعلام اليوم يعني بتفاجأ أنه يعني ما حكى كلمة عن هذا الموضوع، هذا مفروض أنه قبل أسبوع أو قبل 10 أيام قبل نزل الحكومة يطلعوا على التلفزيون. قبل شهر مشهور بالجريدة. أنا ما بحكي عن، أنا مشان المواطن يعرف أنه المواطن استفاد من هذا الترخيص أخي عمر، ما كان سلبي. عرفت شو هلا السلبي اللي هو رقم 5 و6، هلا هني 4 بنود 6 بنود 1 و2 و3 نزل الترخيص فيها، لكن بند 5 و6 أين التشاركية مع مجلس النواب يا معتز؟ أنو قرار كان فيه تشاركي؟ اليوم ما بتقول تشاركية، اليوم كان فيه وسيلة ضغط من رئيس مجلس النواب، أنا بحيي رئيس مجلس النواب اللي ضغط وما نواب والنواب كمان والنواب. الله يخليك يا معتز. هلا المكتب الدائم اليوم رفض رئيس الوزراء رئيس مجلس النواب، وأنا جالس في المكتب معنا مجموعة من الزملاء، رفض يستقبل الوزراء ومنهم أخونا خالد الكلاندي ومجموعة من الوزراء إلا بحضور الرئيس. وقال له حتى بالحرف الواحد يعني معالي سلامي حماد، قال له وزير دغيان أنت ما بست، قال له أنتم مرحب فيكم وزراء لكم احترام. أنا بحكي على التشاركية أخي عمر. كان مفروض التشاركية مش وارد، أي مش ولا هو بيفكر فيه رئيس وزراء. بتعرف ليش ما بيفكر فيه؟ لأنه في سرايا إسناد تدعمه. سرايا الإسناد هاي لولاها عبد الله نصور مش قاعد بالحكومة، لولا سرايا الإسناد اللي بتشتغل لعبد الله نصور وبتتصل مع النواب وبتساعد النواب بتوقفوا معه، عبد الله نصور ما بيجيب 5 أصوات. حتى معتز بيقلب عليه. لا لا لا، حتى معتز بيقلب يرد على اخوه بجوز بغايات مناطقيه. يعني اقول لك شغله اليوم، انا يعني انت مقنعني انه هذا قرار معتز اليوم لما يقول، يعني وبعض زملائه واللي بيتحدث اليوم على الفيسبوك، ولا انا في ناس اول مره بسمعه بيحكي
بيقول انه يعني لقد بلغ السيل الزبا. هذا من بياني هذا تخليك تاخذ بياني انت يا ابو بيان انت كان عندك الجرأة كان عندك الجرأة اليوم اتوقع كان عندك الجرأة اليوم اتوقع على حجم الثقة ما كان عندك الجرأة اتوقع اليوم. دوري دوري الله يخليك بس انت دورك انا احكي انا ما حكيت بس سالتك كيف انت كان عندك تشاركيه معناه قلنا اخذنا الدكتور خالد الكلالي انت تحكي عن تشاركيه احنا اليوم لا تاخذني بالكلمه هذا مجلس النواب يلا هذا مجلس النواب زي ما تفضلنا هو المجلس اللي صاحب الولاية هو يعني الشعب مصدر السلطات اليوم أثبت مجلس النواب حقيقة أنه مصدر السلطات والله رئيس الوزراء جاء على مجلس النواب مثل عمى على عيونه ما ترد على غير هيك أنا لأني قاعد اليوم من الساعة 11 وأقول لك شغلي أنا اليوم حاولت أني أنا بديش أقول لك أفتح المشكلة يعني حاولت أني أنا أمنع رئيس مجلس النواب وأنا يعني صار بيني وبين رئيس مجلس النواب حكي أنه ما يستقبل رئيس الوزراء أنا منعته إلا لما يعلن قبل ما يدخل مجلس النواب انه يتراجع عن قراراته برفع الاسعار هذه اليوم كان في مجموعه من النواب اللي حقيقيين بغاروا على مصلحه المواطن ما بدي انا شعارات يا اخوي يا عمر ما تزود شعار النواب انا ما بحكي اسمع اقول لك انا ما بحكي عن النواب كلهم انا بحكي عن الناس اللي يا معتز عارفين حالهم في الشارع يعني لا يجرؤ لا يجرؤ يقول لمرته احجب الثقه عنك مش لعبد الله نسور لا مرته لا يجرؤ يقول احد بس خلنا نكمل الله يخليك لا بدي اخذ دكتور العجال لا خلنا يعني كمان عرى ما هو لا طول على التليفون لا هلا ما جاوب بعدين بتاخذه لا بدنا بدك دكتور نفال لانه بدنا نسال سؤال وتجاوبوا عليه انتم لانه هذا كمان مسؤوليتكم القانونيه مساء الخير دكتور نفال مساء النور هلا سيدي هلا كيفك يعطيك العافيه يسعد مساك يا عمر دكتور نوفان احنا يعني اليوم في حلقه ساخنه معنا سعاده النائب يحيى السعود سعاده النائب معتز برمان سلامي لضيفيك الكريمين الله يخليك حياك الله دكتور دكتور انا بدي اسالك سؤال حقيقه قانوني واذا اخوان النواب بدهم يسالوا بعد ذلك بعد اخي اخي عمر الصوت منخفض جدا مش واصلني والله طيب شباب ترفعوا الصوت حتى يسمع الدكتور نوفان هيك واضح دكتور يا شوي تفضل طيب أصدر قرار رفع رسوم ترخيص السيارات صدر بموجب نظام صادر عن رئاسة الوزراء وشح بالإرادة الملكية السامية صحيح كيف يعود رئيس الوزراء عن هذا القرار بدون نظام إيه يعني هي فلة ولا بد من وجود نظام معدل يا سيدي طب الرئيس التزم عبارة من بكرة على أي أساس التزم ممكن نعمل نظام معدل بس هذا نعمل نظام معدل نعم نعمل نظام معدل لكن ده يصير باعتبار من تاريخ غدا هذا جائز دستوريا يا سيدي جرى العرف في اكثر من 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 من, من حاله انه السريع الامر باثر رجعي يعني انا ما مر علي انه القانون بيسري باثر رجعي ولكن انا القانون مش القانون الانظمه تسري الانظمه تسري باثر رجعي نعم تسري باثر رجعي نعم في عشرات الحالات يعني حتى قصة يعني أنا بدي يعني الآن لما قلنا هذا النظام الصادر بموجب إرادة الآن الرئيس بيقول لك بدنا نوزع الحمل على المشتقات الأخرى يعني كنت كان مصدر يعني بدنا نقيم مصدر اسطوانة الغاز ونوزعها على آخرين يعني هذا كيف بده يصير يعني أنا وين الأسس القانونية والدستورية والأعراف الراسخة أخي عمر الأصل تفضل جواب السؤال أول واضح بالنسبة لما تتفاهم مع دولة الرئيس مع نفس الأمة اليوم نعم لا بد من صدور نظام معدل للنظام الذي سرى ونفذ الجلسة الرسمية نعم الآن النظام بإمكان مجلس النواب الرجعي اعتبار بتاريخ غدا يعمل به نعم قضية المشتقات النفطية توزيع الأصل أنه الحكومة تبنت سياسة من سنتين موضوع التحرير نعم يعني تحرير كافة المشتقات النفطية الآن بدها تحمل البنزين والسرر والكذا بدها تغطي خسارة بخسارة يعني تكسر بالغاز بدها تعوضه بالزيارة المشتقات الأخرى التزمت بمبدأ التعويل نعم أما هذاك القانون يعني النظام يمكن أن يصدر بأثر رجعي وبالتالي في شبهة مخالفة ارتكبتها الحكومة اليوم بالتزامها لا سيدي ما أعتقدش فيها مخالفة لأنه عشرات الأنظمة صارت بأثر رجعي شكرا سعاد لا سيما انا الاصل لمصلحه المستفيد ترى مش لمصلحه الخزينه يعني شكرا دكتور نوفا يا انا اخوي عمر وسلامي لضيفك الكريمين شكرا الله يسلمك حي الله معتز انت قلت تشاركيه بس انا اجاوبك على سؤالك وبدك تجاوب على سؤالي وعلى سؤال يحيى وين التشاركيه يعني هم لو لم تقم قائمه الناس والنواب لما تراجع عبد الله نسور
لانه لم يسبق ولما اصدر ولما اصدر بيان. اولا عشان سؤالك اللي سالته للدكتور نوفان بس بدي اجاوبك عليه. انت بتقول وين راح النص دينار اللي كان على ال ما هو بده يتوزع على العوائد. نعم. هلا المجمل اللي كان مقدريته الحكومه بحسب ما اطلعت انا اليوم على البيان الوزاري انه 1.5 مليون هو مليون ونص هو الـ قيمه الارتفاع بتكلفه الخزينه من الرفع. نعم. والتي تغطي قيمه الارتفاع اللي تحدث عنها الرئيس اليوم. هذا المليون ونص كان في بالمقابل انخفاض اذا لاحظنا قرشين على البنزين وعلى السولار وعلى كذا. ف يعني واثار اليوم معالي ابو فيصل عبد الكريم دغمي نقطه مهمه جدا انه احنا كمجلس نواب يجب ان نتاكد انه هل المليون ونص هذول اللي انت اليوم سحبتهم من اسطوانه الغاز بدك تروح توزعهم على البترول وعلى المشتقات النفطيه الاخرى والكاز ولا اخره هل سيكون بنفس القيمه لانه ما في شيء اي مقارنه او مفارقه سعريه. هذا السؤال هذا السؤال يجب ان تجيب عليه اللجنه الماليه في وزاره الماليه بالتوافق مع اللجنه الاقتصاديه في مجلس النواب. مشان هيك انا لما حكيت على التشاركيه وانا اللي اثرتها لمعالي الوزير وزير شؤون برلمانيه بقول له انت من واجبك كوزير شؤون برلمانيه تنسق ما بين مجلس النواب بلجانه لانه مين مطبخ القرار بمجلس النواب؟ يعني يحيى سعود مسؤول عن لجنه فلسطين بصيرش انا اتعدى عليه بلجنه فلسطين بس برضو انا في عندي لجنه اقتصاديه دورها انها تدرس المعطيات اللي حدث عنها الرئيس الارتفاع بفاتورة الغاز هل مثلا شهر 6 و7 و8 كان في انخفاض هل خفضنا الغاز انا مش متذكر انه تخفض بالمقابل المليون ونص هذول اللي انت اليوم تبرعت تشاركية معتز اذا ما كان في تشاركيه معناته لن يكون هل هنالك يسلك الرئيس سلوكا تشاركيا مع مجلس النواب. يا سيدي احنا علينا ان نفرض راينا كمجلس يمتلك سياده نفسه ولا في خلاف على النقطه؟ اذا لم نمتلك سياده نفسنا معناته لا في تشاركيه ولا في تشاوريه مش بس تشاركيه. اما اذا امتلكت انت سياده قرارك واللي حكى عليهم الاسناد معالي يحيى هدول الاسناد بيحكوا مع جماعه اللي بيقبلوا التلقي الاوردر. اما ان واحد بيعرف دوره في مجلس النواب بشكل صحيح وبيعرف انه كيف هو يقدم ضميره والقسم اللي حلفه وبالتالي بيجبر الحكومه وما حصل اليوم كان نموذج بسيط انه تعال يا عمي اذا انت مصر برايك فستدخل في مواجهه مع مجلس النواب. الدوره الاخيره معتز نعم. بتطلع البيان اللي طلعته انا 100% يعني انا بس بدي اعطي شغله انك ترجع للناس. اولا برجع وباكد كلمه وسالنا عليها استاذ يحيى وانا ما بتهرب من الاجابه هو نعم. بقول طيب انت طلعت بيان شديد اللهجه وبتطلب من الرئيس التراجع عن قراره وان هذا القرار له كان انا متذكر الكلمات اللي حكيتها قلت له كالقى بظلال وخيمه على المواطن الاردني وقلت له كمان اتسع الخرق على الراقع يا دوله الرئيس وحتى حكيت له لقد ازف الرحيل اذا لم تتدارك الامر. هل انا يعني لما بكتب هذا الكلام وبصرحه وببعثه برساله لدوله الرئيس هل انا خجلان يعني من اللي بحكيه؟ انا مش خجلان انا بينك وبينه انه مرق لي هاي يا سيدي هاي. يا سيدي للعلم اذا كان التوافق لمصلحه الوطن فما في إشي بعيب هذا الحكي ليش لا. أنا إذا كان دولة الرئيس اليوم بتقبل النصيحة مني أنا بعتبر حالي حديث الولادة بالنسبة لدولة الرئيس في العهد السياسي لكن إذا تقبل النصيحة مني وبجوز هو قبل النصيحة أنه يا عمي أنت اليوم وجهة نظر اقتصادية كيف قبل النصيحة وكان بده شيء يجي يعني بده شيء يجي وين هذا اللي بحكي يحيى انه بده يجي على الجلسه الصباحيه مش على الجلسه المسائيه. جلسه المسائيه هي الجلسه اللي بده يصير فيها النقاش. احنا الجلسه الصباحيه هي جلسه كانت يعني زي ما اطلق عليها احد النواب اليوم كلمه قال استخدمت هاي تحايلته على سعد هاي السرور لا 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 البطوشي قال تأمرت بمعنى مش بمعنى انه اجهضت الحراك البرلماني هذا كريدت للبرلمان فلا هو العكس جلسه الصباحيه عملت توطئه للقرار اللي حصل مساء. خلينا نكون واقعيين بالعكس دور الجلسه الصباحيه دور المكتب الدائم وانا بشكر المكتب الدائم انا بعترض معاه كثير بعترض مع عطوف مع معالي ابو ليث كثير لكن في هذه النقطه بالذات كان
دوره ايجابي بانه يصل الى حل. احنا مدورة حل، هي مش عنزه وانطارد، ولا انت بدك على المؤاخذه تمسك عصا زي ما حكيت وحديد حامي. ممكن يا اخوي اترجاك تعطيني بس بدي اسال سؤال لما لا لا بدي اغادر والله الحلقة. في اتصال من النائب احمد الصفدي، بدي اغادر الحلقه مشان الله. لا 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 والله ما بغادر، لا والله ما بغادر. ابو عمار الله يرحمه، انت سالتني اسال ابو عمار. لا لا اسمع يا معلم، سالتني عن الثقه، تحكي عن قصه عن ابو عمار، تحكي عن قصه عن ابو عمار الله يرحمه. عن الثقه بالله يحيى. طب سالت عن الثقه، جاوب عن الثقه. بدي اجاوبك عن الثقه. يا سيدي اسمع، في نواب استقالوا من مجلس النواب ورجعوا، صحيح صح، بسجل موقف برجع، في نواب بسجل اسمه بده يجب ثقة وبعجبش، في صح وكلنا مطلعين. في أشخاص صاحب مبدأ وصاحب قرار نفسه، أنا صوتي بدولة عبد الله النسور أعطيته ثقة مرتان في موقع المسؤولية كنت، ولست نادم على هذه الثقة اللي أعطيته إياها، ولكن لو كان اليوم القرار يتعلق بمصلحة المواطن والوطن وأصر دولة الرئيس على أنه والله أنا يا عمي راكب راسي بديش خلي المواطن الفقير وخلي ستعلم قراري بالصوت العلني، وليس تعال سجلني وانزل على الفيسبوك تسحب تتوقع الوثيقة. يا سيدي اسمع، لو ظل القرار ولا يمكن اوقع وثائق، انا صوتي وقراري تحت القبة بتسمعه كنائب، مش الهدف يا سيدي. اذا سمعت كم واحد اليوم وقع يا زلمه جربت انت يا زلمه، اسالوا كم موقف تحت القبة حكيت على الحكومة يا زلمه، مشان الله حكيت ايش؟ طب احكي. طيب انت هذا الكلام زلمه، انت بدي نفر على الناس يا عمر. طب احكي. انا بس اسال سؤال، انا حكيت قصة بس اقول لك شغله. الله يخليك، هذا الميكروفون طلع ولا بطلعش؟ طلع. 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 عشان والله ما أكمل معه الحلقة. لا لا بالعليك. اسمع يا عمر، أنا بدي أسأل سؤال. أبو عمار الله يرحمه، واحد كان يحكي بالزمانات لما كان مع التنظيم فتح. نعم. فألف كتاب، ظل يركض وعرو أبو عمار مشان الله بدي يعطي أبو عمار الكتاب. أبو عمار ما رضي يأخذه منه قد ما زهقه. قال له أبو عمار بتمنى إنك تكون قريت هذا الكتاب، يعني هذا مش تأليفك. أنا بدي أسأل سؤال لمعتز، هذا لا أستحلفك لا. بالله يا معتز، مقتنع بالحكي بتحكي للناس؟ طبعا شو يعني مقتنع؟ يعني انت درستني يا سلام عليك. طب شو ليه مقتنع؟ أنا يا عمر أنا والله لا لا ولي بخير والله يا عينك. مساء الخير أبو أستاذ أبو زيد، سعادة النائب أحمد الصفدي على الهاتف. مساء الخير. بس بسألني مقتنع؟ طبعا مقتنع. مساء الخير، تفضل أبو زيد. أخ عمر والأخوان معتز ويحيى، بداية إحنا كلنا بنعرف إن الشعب هو مصدر السلطات. نعم. واليوم مجلس النواب كان في أوج مواقفه المشرفة، وعلى رأس هذا الموضوع كان مهندس عاصف القراوني، وكان موقفه واضح وشديد. ويا ريت معتز يصير واقعي زي أخنا العزيز يحيى سعود، يعني يحيى بعارض الحكومة لما يكون بحاجة لمعارضة. واليوم لما كانت الحكومة تراجعت عن قرارها شكل الحكومة لأنه رجل واقعي. بس الأخ معتز شوي قربه من دولة رئيس الوزراء ومخلط ما بين السياسة وما بين العاطفة. احنا كنا بنحترم عبد الله نسور، هو رجل دولة وله مكانته في الدولة. أيضا دكتور عبد الله نسور نائب سابق وبيعرف شو أهمية مجلس النواب، ولكن اليوم مجلس النواب انتصر للشارع الأردني، انتصر للشعب، وأيضا تسجل الحكومة أنها تراجعت. ويحيى شكر الحكومة اليوم على موقفها أنها تراجعت. أبو زيد، أبو زيد بدي أسأل، يكون الأخ معتز برضو يقدر أنه يحيى لا ما أنا أبو زيد، ما أنا اللي طلبت أنا اللي طلبت الحكومة بتراجع القرار. أنا اللي طلبت الحكومة بتراجع القرار يعني. يا أبو زيد، هل كان عبد الله نسور، أنا مش ضد، هل كان عبد الله نسور أمينا مع الحكومة؟ أبو زيد ممكن تطلبنا لمناشدة النائب يحيى السعود بعدم الانسحاب؟ لا يا عم برجع عنده وراء شيء. أبو زيد، هل كان النائب عبد الله نسور كما هو رئيس الوزراء عبد الله نسور؟ يعني اكيد اكيد في كل موقع الواحد بده يخضع للظروف اللي بكون فيها، يعني اكيد هو نائب كان نائب معارض، ولكن خلينا نحكي المبادئ الرئيسيه ما تغير فيها، ما غير حاله فيها. ولكن هو الان كنا نشعر ان الاردن بتمر بظروف اقتصاديه سيئه، ايضا هذا الشيء يعني احنا مش انه مع الغلا نكون، ولكن مع جيب المواطن والاخري، ولكن نشعر انه الحكومه عليها ضغوطات اقتصاديه ايضا، يعني طيب. مجلس النواب عليه جهد كبير انه يراقب الحكومه واداء الحكومه ويشرع القوانين اللي بتساعد المواطنين، ونبحث عن فرص جديده من اجل الاستثمار والمحافظه على المستثمرين سواء المحليين او الخارجيين.
بس يا اخ عمر انت مجرد انك تجيب يحيى ومعتز على حلقه مع بعض واضح انك بتسوي مشكله. ليش؟ يعني جيت معتز ويحيى يعني يا سيدي ديمقراطيه يا ابو زيد ديمقراطيه. طب ليش يعني الكل يعني ياخذ على معتز بانه يعني نائب حكومي بامتياز؟ لا لا شوف انا معتز من النواب المعجز جدا معتز يقرا جيدا يتابع جيدا ولكن عليه ما اخذ واحد يا سيدي انه يخلط ما بين العاطفه وما بين السياسه. لا انا بدي اخلي معتز يجاوبك ابو زيد. احنا بس ابو زيد بدي احكي شغله وبدي عمر كلاب موجود اخ؟ موجود. بدي عمر كلاب يسحب كلمته اللي قالها الان يؤخذ عليه كي يحيى السود. لا انت لا تكون تكرر اللي بيحكيه يحيى. عنده خلينا نسميها اجنده جاهزه بده يتليها عليك. انا موقفي وطني وموقفي واضح وصريح، واللي بيعجبه هذا الكلام بجوز براجع مواقفي وبتاكد منها. واللي بده يحاول يسيء ويسد من المي العكره لا يعني انه يجي اليوم يرمي كلام جزافي. فانت مقدم برنامج، انا بحترمك كمقدم برنامج، لكنك تتهم نائب وتقول موقفك كحكومي، انه حكومي. انا لما اعطيت الثقه لدوله الرئيس اعطيته اياها عن قناعه، ودوله الرئيس ادى دور مشرف. ولكن عندما اليوم كان في موقف اقتصادي انا شعرت فيه ان هذا الموقف لا يتم في مصلحة الوطن، كنت اول من اصدر بيان وعارض. فكيف انت بتتهمني بتقول لي انك انت اليوم موقفك مع الحكومة؟ انا بنقول اللي بيجيني يا سيدي بغض النظر هنالك اراء تتعارض تختلف. في عندك نواب يا سيدي، في عندك نواب بيروح بيقدم نفسه انه مستقيل، ومنهم اخونا يحيى سعود نفسه، وبعدين اسبوع زمان ولا هو راجع بوجهك بمطل لك. وفي عندك ناس، طيب ما انت بتقول لي وقعت على ذكرت حاجه بثقه، طيب ليش اليوم بتشكر وبتمدح في الحكومه؟ هذا التناقض اللي للاسف انا ما بقدر اجامل فيه. اذا انا اليوم دوري اني اجاملك واجامل يحيى واجامل سين وصاد، معناته انا بطلت نائب بحترم نفسي. نعم طيب انا بدي استاذ احمد معانا انت بس معك. طيب انا بدي اسالك بس انا ابو زيد بس بدي اسالك ابو زيد لانه لا والله بدي اساله بس لانه بيحكي لي الوثيقه النيابيه بسحب الثقه، هل تعتقد ان فيها يعني جدوى الان ماشيه ولا في تغير صار؟ انه عفوا يعني هل حدث تغير في موقف النواب من الوثيقه ولا ما زال النواب على مسار انه يسحب الثقه؟ بطلها ضروره الان، ليس لها ضروره، لم يعد لها ضروره. لا يا ابو زيد انا اتحدى اللي وقع على المذكره ومن ضمنهم يحيى سعود اذا كان يجرؤ انه يكمل بالمذكره ويقول انا بدي اسحب الثقه من الحكومه. لا اللي بده يسحب الثقه بيجيش اليوم وبيمدح وبأيد. يا اخ عمر يا اخ تفضل. بدايه احنا الزملاء الذين وقعوا على مذكره حجب الثقه وقعوا من اجل رفع الاسعار، ما ان تراجعت الحكومه عن هذا القرار اصبحت لاغيه. طيب هاي انا سمحت ابو زيد، انا مش مجرد دفاع عن ابو زيد. بدي استاذنك بس تضلك معنا لانه معنا على الهاتف سعاده النائب عساف الشوبكي، اعتقد انه هو ايضا جزء من الوثيقه وبيقدر بجوز يفيدنا بهذا المعلوم. مساء الخير دكتور عساف. مساء النور، كيف حالك؟ الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه دكتور والزميل العزيز، رغم انك يعني صرت بالنواب وتركت زمالتنا. الله يسلمك، انا بعتز بزمالتكم. انا بدي اترجاك في شغله، هل انتم مستمرون في وثيقه الثقه؟ استاذ عمر تفضل. استاذ عمر مساء الخير اولا لك ولضيوفك الكرام. هلا. اللي ما وقع على الوثيقه لا يحق له ان يعلق على الوثيقه. نعم نحن تبنينا وثيقه شرف، اعتبرها هذه نعم. الوثيقه وثيقه شرف اخرى عندما قتل الشهيد رائد الزعيتر. نعم. ووصلنا الى ما وصلنا عليه وفرزنا. نعم. واعتبر ناس كثر ان يعني سحب الثقه من الحكومه والتصويت عليها في المره الثانيه اعطى الحكومه روح جديده ونفس جديد، اللي صوت عليها 51 نائبا. انا وين راحوا هذول؟ وين راحوا؟ لحظة يا معتز اسمع الناس. انه الامر غير ذلك. ايش اللي يحكي وين رايح؟ ايش يحكي؟ تفضل دكتور.
يا اخوي لا يقطعني معتز، ممنوع يقاطعك تفضل دكتور. تحول معتز هذا ما انت عارفه هاي طبعه يعني، حتى بتحت القبه بيقاطع اي واحد. هسه بس طلعت من شو اسمه المسألة شو اسمه هذا الاستديو بيقول يحيى بجرؤ. انا يا عساف وقعت ولا ما وقعت؟ انا يا عساف وقع يحيى وقع معنا. طب ليش ما عساف كمل؟ انا في عبارتين طرح الثقه في عبد الله نسوي. انا عندي الجرأه ولا ما عندي الجرأه؟ بس كمل بس طريقك. ايش كمل طريقك؟ اكمل طريقك. انت مش اليوم دفعت عن الحكومه؟ انا ما دفعت. انت ما عندك يا رجل. انا ما دفعت عن الحكومه. انت كيف كل الشيء؟ انا ما دفعت عن الحكومه اليوم. انا ما دفعت عن الحكومه. ولا شو حكيت اليوم؟ انا دفعت عن الحكومه يا عمر. ودافع عن اجراء حكومي. انا ما دفعت عن الحكومه يا زلمه. ليش هاي الحكومه فاشله؟ انت اللي بتحكي فيها انت هاي الحكومه. هاي حكومه فاشله هاي يا زلمه. هي حكومه هاي حكومه بتقول انا بنصح عبد الله منصور، وعبد الله منصور لما يسمع منك لازم يروح داره. يا زلمه تقول بقى عبد الله منصور. انا ليش ليش انت مستقل بنفسك؟ اذا انت مش شايف نفسك نائب، انا نائب. يعني انت بتقول بنصح عبد الله منصور؟ سيدي اسمع، انا بمثل يا اخوان ارجوك. لا ما هو انت ارجوك. ما انت بقول لك انا بختلف معاك في التراوي وعاطف اصلا. لو بدي اقول لك مخه بهذا بروح مجلس النواب يا زلمه. طيب ممكن نسمع الدكتور عساف الشوبك ارجوك؟ لا انا بستخدم استوديو يا عمر. بصير تقول له تخليه يقول لي يحيى سعود. ما هذا مش تطلع السماك كمان يا زلمه. انا وقعت على القرار اول ما حكم يا عساف. ممكن بس وقعت على القرار. انت استقلت ورجع يا سيدي. استقال ورجع مرتين. استقال ورجع بناء على انا استقلت. اسمع اقول لك انا استقلت لما صار موقف يا استاذ عمر. يا استاذ عمر بدنا نسمع عساف بس سمحت الله يخليك. انا استقلت ورجعت. خلينا نسمع الدكتور عساف. طيب استقلت ورجعت. كيف انا جوي النواب يعني؟ اذا كل انسان بيسجل مواقف. نسمع الدكتور عساف يا معتز الله يخليك. دكتور عساف تفضل. انت جايبنا نسجل مواقف للشارع؟ ايه ولا شو يعني؟ ايام تسجل موقفك كان الناس ما تسجل موقفك. لا انت لازم انت اللي بتسجل مواقف. ما حدا تعرف فيك. معلش انت اللي بتتعامل. اسمع الاجابات. الشعبويات ما بكون مش عارف. احمد الصمدي بدور على شعبويه. احمد ليش خلينا نسمع الدكتور عساف الله يخليك يا يحيى. اسمع يا معتز الله يخليك. اسمع يا رجل يا زلمه. هو كل واحد بيقف مع الناس شعبوي يعني؟ يا بده يسحق الحكومه يا بصير شعبوي. اللي بيسجل شعبوي ارجوك الله يخليك. يا معتز لو سمحت تفضل دكتور عساف. صديقي هذا تعبير شعبوي اطلقته الحكومه ومساندوها للاسف الشديد. احنا نعتز ان شعبويين، نعتز ان مع الشعب، نعتز ان مصطفى. بس مش يا معتز الله يخليك. خلي الناس تكمل تفضل. مين اللي بحكي؟ بالله يخليني اذا سمح. تفضل اذا سمح. اولا نحن ماضون في هذه الوثيقه لانه احنا لما تقدمنا بهذه الوثيقه وصغنا هذه الوثيقه ما صغناها مشان من نصف دينار ولا نعم. مشان رفع الترخيص. لا صغناها للسياسات الاقتصادية الفاشلة التي أدت إلى التوسع في الاضطراب الداخلي والخارجي متجاوزة قانون الدين العام. صغناها لأنه في عجز في التنمية وغيابها عن المناطق المهمشة. صغناها لأنه في تراجع في جودة الخدمات التعليمية. هذه ليست وثيقة ردة فعل، هذه وثيقة تعبر عن سياق حكومي كامل، مش ردة فعل على حدث. لا 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 ابدا صحيح. هذه الوثيقة صغناها لانه في سوء اوضاع معيشية لعموم المواطنين وغلاء للاسعار فاحش وابتعاد عن متوسطات الدخول، ارتفاع معدلات البطالة، ارتفاع الفقر، توسع دوائر المحسوبية والواسطة، قمع الحريات وبالأخص حرية التعبير والرأي، إحالة الصحفيين والناشطين إلى محاكم أمن الدولة، انتهاك حقوق الإنسان، حالة الاحتقان والغضب والحنق العامة التي تسود الشارع والمجتمع الأردني، تطفيش الاستثمار، بالإضافة إلى سلسلة الرفع التي تميز بها الدكتور عبد الله منصور وحكومته. قديش عدد الموقعين دكتور الان؟ صار اليوم خداع للمكتب الدائم. كيف الله نص دينار ينقلها ويوديها؟ قال والله بدي ازيد الكاز والسولا والبنزين. طيب كيف؟ ما هي المعايير التي ممكن التاكد منها؟ والله بدال ما يخصم مليون ونص او اكثر راح ياخذ من المواطنين اضعاف مضاعفه. طيب خليك الامر دكتور حساب. اللي هو ترخيص السائقين، ترخيص السائقين وتجديد الرخص، هذه ما حكى فيها نهائيا. نعم. انا سالت الاستاذ يحيى عنها بس كان زعلان. الحكومه خدعت مجلس النواب، خدعت المكتب الدائم وليس مجلس النواب.
اليوم وقفة مجلس النواب وقفة بطولية، لكن للأسف الشديد لنا احنا لنا العتب، كل العتب على المكتب الدائم الذي قبل بهذه التفاهمات. دكتور أساف خلينا بس نسمع الأستاذ أحمد الصفدي. أبو زيد ألو ألو أبو زيد، سمعت الدكتور أساف أنه الوثيقة كاملة مستمرة. طب كيف يمكن أن نصيغ يعني توافق نيابي، توافق حول يعني في قضايا الرئيس ما جاوب عليها، رخص السائقين بعد كيف بدك يعني جبت نص ريالة الغاز بدك ترجع يعني على كاز سولار؟ أنا بحكي أنه دولة الرئيس اليوم حكى، وسمعت الدكتور نوفان شو حكى. إحنا الآن بدنا تعديل الأنظمة، يعني هذا الحكي حكي اليوم حكي، ولكن بده تعديل النظام. إذا النظام صحيح النظام الترخيص ما بيقدر يسوي شيء. مش أنا كنت لجنة اقتصادية، إذا لازم نرجع نعدل النظام حتى يصير التطبيق يعني ماشي. الرئيس اليوم تراجع، الحكومة طيب. تراجعت، ولكن بدنا تعديل النظام. شكرا شكرا أستاذ أحمد الصفدي. بدي أخذ الأستاذ محمد المشاقبي من الزرقاء. مساء الخير أخي محمد. ألو أستاذ محمد. ألو مساء الخير أخي محمد. هلا مساء النور. تفضل يا أخي. أنا عمر كلام. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير لك ولضيوفك الكرام. حياك الله. يا أخوي بس أنا بدي كلمة لأخونا حبيبنا أبو محمد يحيى السعود. نعم. بس بدي أسأله وبيش بعده يستنى، يعني السوالف هاي ما بتطعم خبز ولا بترد إشي. ليش هو متعب هيك شاد ومتعب حاله يعني. يعني هيا محمد نعم. خلص خليه بيكتب ترويحته بدري، لأنه السوالف هاي ما بتفيد ولا واحد رد. يعني نزلوا نص ليرة الغاز، رفعوا البنزين والديزل، شو يعني هي. شكرا أستاذ محمد. الأستاذ علي يعقوب من جرش. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية أنت وضيوفك. الله يعافيك. يا أخي بدي أسأل الأخ سعود أنه القرار لما طلع بزيادة درجة الغاز أو ترخيص، قالوا على النواب الأول معاهم خبر ولا ما معاهم خبر؟ جابوه عليهم ليش؟ شو؟ مش واضح السؤال أستاذ. النواب معهم خبر لا معناش خبر. في هذا معهم خبر النواب، يعني بالأول معاهم خبر وقالوا عليهم وداولوا بيناتهم. نعم. لا ما دريوا، لما دريوا النواب، لما ارتفعت الاسعار تحرك النواب. ما معهمش خبر بالاول يعني. نعم لا ما معهمش خبر بالاول. طبعا وين الشرعيات؟ وين وجه النواب معناته؟ صحيح. شكرا استاذ. استاذ عماد العموش من الزرقاء. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافيه استاذ عمر. حياك الله الاخ عماد. بارك الله فيك وبالنواب اللي معك. الله يخليك. استاذ عمر بس حابين نعلق على الموضوع. طبعا احنا بنحيي النواب اللي معك الاستاذ يحيى والاستاذ معتز. نعم. بارك الله فيهم. تفضل. بس حابين نعلق على الموضوع، يعني النص دينار اللي شالوها عن جرة الغاز وضابوها على المشتقات النفطيه، اظن طلعوا اكثر من نص دينار على المشتقات النفطيه. شكرا. هاي واحده. الشغله الثانيه بالنسبه لل المحسوبية والواسطة، والله يا أخي إنها متمشية لأبعد الحدود في وزاراتنا. شكرا أستاذ. النواب ينزلوا على الوزارات وشوفوا الوزارات شو فيها. شكرا أستاذ يحيى. أنت الآن يعني أول شيء أنا شاكر عودتك، يعني ليش شاكر عودته يا زلمة؟ هو يعني باقي طبعا شاكر عودته، مقابلة هاي أي مقابلة. شاكر عودته، شاكر حضورك. طيب. شاكر وجودك. أنت بتجامل كثير اليوم يا هلا. شاكر حضورك وشاكر عودته. هلا انا لا انا عندي انت يا انت اليوم جايب كانها خصوم عامل الموضوع، مش خصوم. وحتى انت بتدور على النواب الذين ممكن يصطدم معهم معتز، رغم ذلك انا ما بتصلوا. انا ما اتصلت بحدا، هذول نواب. سمحت لي يا معتز، عمر بيك انا برنامجي، عمر انت اخ عزيز وانا بالي طويل. بالي طويل. لا انت بالك مش طويل، انت سلوكك غير طويل. لا لا لا، اولا هذا البرنامج لا يستقبل اتصالات، يعني مش انا بحكي مع النواب بقول لهم اتفضلوا. من باب النواب اتصلوا، من باب الذوق، انه واحد بيحضر مقابله بكملها من باب الذوق يعني. لا بالخصوم السياسيه مسموح لها انحسب.
انا يا ما انسحبت ما انسحبت خلص انا مره طلعوا لي ضيف اسرائيلي انسحبت سيدي هاي مش مواجهه يعني على مصالح شخصيه انت بتعرف تحكي لما تقول باب الذوق يعني مش عيب تحكي هذا الكلام يا يعني انت لما مش عيب تطلع وانا موجود مثلا يعني اذا بدك تحكي بالعيب انت بتغادر الحلقه وانا وزميلك موجود انا انا بتقول لي اخوي انا غادرت الحلقه لانه انا من اول ما بعرف انك جاي يا معتز اقسم بالله يا رجل ما بعرفك عارف حقك علي يا سيدي اسحبها يعني مش اسحبها انت عدم اخر يعني انت زلمي انت زلمي انا ما بقدر لك انت زلمي يعني زلمي مع احترامي لك معلم ومثقف وعلى الفيسبوك تنهارك بتنقط على الفيسبوك وبتعزي على الفيسبوك وبتزور النفس على الفيسبوك وبتجامل المرضى على الفيسبوك انا زلمي مش زيك كيف انت على الفيسبوك موجود انا مش انا ما بعرف استعمل الفيسبوك تبعك هذا انا يا عمر انا رجعت لما رجعوني الشباب من تحت لما سمعت عبارته بقول يحيى السعود يجرؤ يوقع انا بجرؤ وانت بتعرف انا ما قلت وقع انا بكمل مجلس النواب لا ما في واحد ذاك في الحكومه قدي انا بنات في الحكومه لما يكون في قرارات للحكومه يا ما هاجمت الحكومه اذا ترجع لارشيفي يا معتز طب يعني الباب هاجم ارشيفي حافل اسمع يعني هسه احنا كلنا مش وطنيين يا يحيى يا عم انا ما قلت عنك مش وطني ولا ايش يعني. انا بس بدي واحد من النواب بس يمدحك تحت بس اقول لك بدي انت اجر اي اقول لك اختار اي طب انت ليش وقفت لجنه النزاهه كل نائب تقول تصوتش لما انا عارف ليش ليش؟ انا لانه عدل يا اخي وقف على جنة النزاهة على الباب كله استحق لا تصوت معتز خليني اكمل فكك من الموضوع هذا هسه انا بدي اسالك سؤال جاوبني عليه انت هسه انا طلعت تقول لي انت يحيى سعود هل جبرت ارجع ورجعني انا الحمد لله اني ترجع انا اكمل الله يخليك بتقول يحيى سعود اجر انت بتعرف اني انا بجرؤ ولا ما بجرؤ انت بتعرف وشكالك بيعرفه مجلس انا اشكال بيعرف لا اسمع اقول لك بيعرف اني بجرؤ ولا ما بجرؤ انا اسمع اقول لك انا لا اسمع اشكالك هاي اسحبها وكمل كلامك احكي عادي خليك ريلاكس احكي برواقة عشان نسمعك صح الله لا يسامحك لا انت ولا زكريا طيب. الله لا يسامحك لماذا لماذا يعني انا بس يا عمر يا عمر طبع. النوع اللي انا عدم اخذه بنسحب لما انا يعني بوقع على ورقة طب انت قاعد تمدح الحكومة اليوم يا يحيى يعني انا ما مدح يا عم مشان الله تفهم يا رجل يا رجل تعيب علينا يا رجل انا ما حيدحت الحكومة في قرار هو قال لك عمر نفسه اللي قال لك هذا في قرار صار الشعب الاردني اقول لك لا تلومش على عادي تلومش على غيره يا عم انت بتمدح الحين وعلى البارد انت بتمدح بالعكس بياني بالله عليك تحكي الصدق والاماني البيان الذي انا اصدرته بيانك ايجابي وكويس كان يمدح الحكومة لا كان بحذر الحكومة كان بيان وكان بيان وبيان وبيان سياسي يظهر موقفك الرافض للإجراء طيب شو بدك خطي ونزلنا بيان شو بدك يعني هل يعني هلأ هذا الحكي بسألك إياه يحيى المرة هاي يعني المرة هاي لذلك كلنا كثير من المراقبين استغرب بيانك صحيح لأنك جزء يعني من النواب اللي دائما على علاقة طيبة مع الرئيس إذا سمحت العلاقة الطيبة بتكون بمجاملة على حساب الوطن معلش أقول لك والله العظيم يا زلمة تقول الوطن هو الوطن شماعة يا زلمة الوطن يا زلمة طيب على حساب خلني أحكي اللي بدك الدور اللي أي وطن يا زلمة طيب شو بدي أستخدم لك كلام أنا بسأل يعني سؤال يا معتز بسأل سؤال طيب خلني أكمل يا أخي الله أكبر انا ما دافعتش مسحوبه خلص سحب انت بس مش بحلي يا غادر يا لا ولا يمكن لما تنطرح على بدني والله طيب. بدنا ضايل معنا اصلا ثلاث دقائق طيب بدي اعطيك دقيقه طيب. ونص والاستاذ يحيى دقيقه انا مسامحه فين دقيقه ونص خليه يحكي زي ما بده طيب الان يا صديقي طيب. لما لماذا انتم الان بتقولوا للنواب اللي طالبوا بحجب الثقه عن الحكومه القصه انتهت الدكتور عساف الشوبك بيقول لك مش مشكلتنا بهذول مشكلتنا في السياق العام للحكومه يا سيدي ممتاز بارك الله فيك الذي اتصل كان أبو زيد أحمد الصفدي عندما قال يعني كان هنالك سبب موجب لحجب الثقة وهذا السبب تلاشى مع تراجع الحكومة عن قرارها وهذا كلام سياسي هو يعني يعبر عن وجهة نظر أكثر شو من شو بدنا بأحمد الصفدي عساف الشوبك بيقول لك أنا موقع وثيقة عساف مش على هاي القصة نعم. على كل القصة هو نعم. اسمه موجود عندهم يا زلمة 76 اسم يا رجل نزل نعم. كل واحد نزل على الفيسبوك نحط اسمه هو من ضمنهم لا لا انا ما نحط اسمي لو سمحت لا انا يا سيدي ما هي ما بخرها عشان ما اعطيت اسمي يعني طيب. انا اكون صادق معك الاسماء التي وقعت زملاء بحترمهم بقدرهم وجهة نظرهم بحتفظوا فيها انفسهم بيقدروها بيقدموها هذا بدورهم لكن بس يا اخي طب اجاوب لا لا يا يحيى ان شاء الله ممكن اسالك سؤال انا يا معتز هسه اذا تتوقع انت لولا الله لازم تشتغل انت مدير لولا سرايا الاسناد نعم عبد الله نصور يجرؤ يفوت تحت القبة هو الناس مش عارف اشتري الاستاد بتحكي عليها الاجهزه الداعمه لعبد الله نصور يعني بدي يجرؤ تدخل طب انا هذا الشخص اللي بقدر اجاوبه يا اخي بسالك سؤال جاوبني على سؤال يجرؤ عبد الله نصور تدخل انت اقدر مني بالجواب اذا كان انت انا بقول لك شو عرفت جوابي عبد الله لا يجرؤ يدخل تحت القبه
طب وين بقى؟ وانت اتحدى يدخل تحت القبه. طب وين بقى؟ لو فش الالو، لو فش فش الالو وفش الاجهزه المسانده له يا سيدي، والله ما بيجيب خمس اصوات. طب انت كنائب، انت كنائب حر نفسك وقرارك ملك يمينك، بروح وصوت للي بدك اياه، لا انسى الاجهزه. طيب صح ولا يا عمي؟ لماذا انا كمعتزل لماذا تنكرون على النواب الاخرين؟ ما بنكر، بالعكس بالعكس انا بشجعهم. تعرف انا اصلا وجهه نظري اذا كان المجلس كلياته بنفس الاتجاه بطل فيه اختلاف او تعارض سياسي يظهر رونق العمليه الديمقراطيه. خلي يا عمي انا اليوم قرار الرئيس بالتراجع عن ترخيص السيارات انا عجبني تصريح لمعتز. نعم. قال ولا بلغت بلغه. وعجبني تصريح لزميلنا امجد مسلماني بيقول اما التراجع واما المواجهه. طيب شو غلط؟ شو الغلط سيله هو؟ يا معتز. طيب مش طيب صحيح اما التراجع وكلامه كان صح وتاكد تماما. انا بتمنى تحط حالك اسمع اقول لك بتمنى اسمع اقول لك انا اليوم استغربت منك يا عمر. انا بدي اسمع هذول الناس مشان يعرفوا حجمهم بالشارع. بتمنى انت شو حجمك؟ طيب تعرف تعرف اسمع تحط حلقه وتجيب معتز ابو رمان وتقول له معتز بدك تترك. طب انت تجدر تنزل على الوطن عشان اقول لك شغله عشان تعرف عجبك انت بالشارع. اسمع اقول لك تجدر تنزل انتخابات على مستوى الوطن. تنزل على مستوى الوطن بانتخابات يا زلمه. انت تفكر انه هذا الوطن القائمه اللي قسموها 9 شمال و9 جنوب و9 وسط تفكر في انتخابات وتجيب 13000 صوت؟ انت 15 لو سمحت. انت تجيب 15 ولا يا زلمه هاي انتخابات اللي حازم وعبله ظلوا 3 شهور ويحسبوا في نتيجتهم. عبله حازم عبله وبتقول لي في انتخابات؟ طب ممكن ناخذ هالاتصال. تعرف احنا المجلس السادس عشر شو لازم خايف عليه. لازم الشعب شو يسوي فينا؟ في الكنادر على روسنا اللي اقرين قرار مشان يطلع المثل. بالعكس القاب الوطنيه هي اللي افرزت نواب قادرين على صنع القرار. انا اشهد انا اشعر انا اشهد انت يعني يعني انت مش في شيء والله في نواب عجبي. والله في نواب وطن والله في نواب وطن ما سمعنا صوتهم من اول البرلمان. زكريا الشيخ من مش نائب وطن يا نائب وطن بس هذا عنده محطه وسمعنا طبعا شو طيب احيانا بيعجبنيش واحيانا بيعجبني. انا مش زيك مع الرئيس وقت ما بدك. لا يا سيدي انا رئيس مجلس الاداره بتاعي احيانا يعجبني كنائب واحيانا لا يعجبني. نائب الوطن انا ما بدي مش مسؤول ادافع عن 27 نائب وطن. لا يعني انت قاعد يعني بتقول لي فلان وفلان شو بيعكس؟ لا مش نائب وطن. انت نائب الشباب شو سويت بطولتك للشباب؟ انا اكثر من 165 الف زائر على صفحتي يوميا في بحث عن الوظائف وبوفر لهم اكثر من 150 وظيفه باليوم. هذا اللي بسويه للشباب. هذا اذا بتوفر 150 وظيفه باليوم انت اهم من وزاره العمل. والله العظيم وزاره العمل والله يا عمر يا نضال قطمين روع الدار اسمع معتز وزير عمل. والله العظيم والله لا بدي طب بدي طيب والله اني لاعمل لك تمثال. بدي اوجه رساله من خلال قناتك لان قناه مشاهده ومحبوبه. نعم صفحه وظيفتي للنائب معتز ابو رمان. بالله انك لما تروح اسال اي من اولادك اكيد عندك اولاد بسن العمل. نعم. قول لهم هل تعرفوا صفحه وظيفتي؟ راح اقول لك احنا بندخل عليها وبنشكر معتز انه بوفر فيها وظائف. طيب. اكثر من 150 وظيفه باليوم اللي انا بوفرهم على هذه الصفحه مش مني مش وظائف انا يعني بجمعها من المواقع الالكترونيه من الجرايد. موظف 10 اشخاص على حسابي الشخصي على حسابي الشخصي بدفع رواتب لاجل تقديم هاي الخدمه المجانيه للناس. طيب. وللعلم يعني وللعلم حتى وزارة العمل بدخل على موقعهم الالكتروني وباخذ وظائف وبنزلها كل وزارات الدولة بنقدم وظائف. هذول مقدمين الشباب سعادة النائب. نعم. سعادة النائب مفلح الخزاعلي مساء الخير اخي مفلح. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافية. الله يعافيك. بحب امس عليك. مساء الخير. الو الو مساء الخير. حياك الله. مساك الله بالخير انت وضيوفك الكرام. تفضل. انا بدي احكي لاخوي يحيى سعود الاخ العزيز والاخ معتز ابو رمان يا ريت انه ما ننشر غسيلنا بين بعضنا. يا ريت احنا طالعين على حلقه مشان يبين. شكرا. بدي سعاده النائب مساء الخير. اليوم شو اللي انجزوا النواب؟ خليهم من شر نشر غسيلنا. احنا نواب ديمقراطية جماعه محترمين والاخوان اللي عندك اجلاء ومحترمين. ويحيى سعود اخ عزيز علينا ومعتز اخ عزيز. لا ينشروا غسيلنا يقوموا يضحكوا علينا الشارع الاردني على الموقع. الناس تستنى بيهم شو بدهم يحكوا. خلوهم يحكوا الانجاز اللي صار اليوم تحت القبه وانجاز الحكومه ووضحوا للشعب شو كان الحكومه نيتها وضع تسعيره السيارات وشو كان نيتها للمحروقات. والله يديم هالوطن ويديم الشعب الاردني والله يعطيهم العافيه ولهم كل الشكر والاحترام والتقدير. شكرا سعاده النائب مفلح الخزاعلي. ابو محمد الميكروفون معك. هل تعتقد ان هذه جوله ستتبعها جولات ولا النواب سيتراجعوا؟ يعني هل ستكملوا
الوثيقة يعني هل ستكمل الوثيقة أهدافها ولا ما بتتوقعون أنكم تلموا العدد الكافي؟ هي الوثيقة يعني 10 نواب إذا بيقدموا للمكتب الدائم أو لرئيس مجلس النواب يجب على رأي لا يمتلك رئيس مجلس النواب إلا أن يقدم هذه الوثيقة للمجلس وتم طرح الثقة فيها الحكومة. لكن حقيقة أنا بقول يعني اليوم إحنا وقعنا 23 نائب على طرح الثقة بهذه الحكومة. أنا يعني اعتقادي أنه يعني سوف يجري العمل، ممكن يزيد العدد ممكن ينقص، لكن في النهاية أنا بقول يعني راح يتراجع بعض النواب عن هذا القرار لأنه سوف تمارس عليهم الضغوطات من قبل معتز. بقول لك بنقص من هسه طبعا يعني أكيد يعني هو هونيك خلص الفيلم هو يعني هو يقول 57 وصار 23 عارف الفيلم هو يعني لا تأخذني بالكلمة حافظ ودرس فهمت علي كيف. نعم. بس أنا بدي أقول لأخوي مفلح يعني ما إحنا ما نشرنا غسيل، بالعكس يعني شكرنا الحكومة وشكرنا مجلس النواب وقلنا أنه القرار يعني قرار مجلس النواب لا تأخذني بالكلمة. نعم. وجاب الحكومة غصبا عنه، رئيس الحكومة حاول يتملص اليوم من القرار وأنا ليش حاول يتملص؟ حاول يتهرب لأنه ما بده يجي لأنه عارف حاله جاي تحت المقصلة، لأنه رئيس مجلس النواب حذره اليوم وقال له ما راح أقدر أسيطر على النواب في القبة وراح يصير فيه انفلات وراح يصير فيه يعني طرح ثقة، وهذا أنا ما بنصحك فيه لأنه أنا بعرف شو كان رئيس النواب بده يحكي لعبد المنصور وكان بده يتهرب من هذا الكلام. طب هاي الرئيس بنصح وأنا ممنوع أنصح ليش؟ يا معتز أنا ما بطلع أقول بنصح عبد المنصور، يعني أنا عدم مؤاخذ يعني شو أنا محلي محل أنصح؟ لا أنا يعني خطأ. أنت عدم مؤاخذ يعني كان أنت يعني هاي يعني أنت مؤمن وأنت بتصلي ربنا ييسر أمرك وطلعت مع نواب الوطن هذول يعني الغلطة المطبعية اللي صارت. أنا بالنسبة لي أنا بقول لازم النواب يعني لازم الشعب الأردني يمدني فلقة اللي وافقت على هذا القانون اللي جاب يعني اللي جاب 123 ألف زي كل اللي جاب يعني التبواقي فهمي يعني لكن انت معتز قول طب يعني ما بطلع لك تقول انا نائب وطن، انتوا بواقي احنا بواقي انتوا بواقي انتوا ما وصلتوا العتبة، لا انتوا بواقي قوائم الوطن مش نواب الوطن بشكل واضح يعني هذا بدنا نوضحه. طب زيك حازم ليش؟ طيب بعد حازم شو حازم بواقي وانت بواقي والاعور بواقي، هم ثلاثه اللي كسروا واربعه اللي كسروا بس قائد الوسط الاسلامي مين حكى لك اردن اقوى وعبد الهادي المجالي وامجد المجالي بس والباقي بواقي. يا سيدي بدي اسالك سؤال، الفكرة بالقائمة الوطنية البواقي أنا ما ضلش دقائق. طب واللي جاب 700 صوت في النهاية في النهاية لا يسعني أن لا أن أشكر أعزائي المشاهدين وأنا أشكر سعادة النائب يحيى السعود. تسلم أبو محمد، شكرا لك وشكرا لسعادة النائب معتز أبو رمان على هذه الحوار الساخر. ألتقيكم الأحد المقبل على خير، تصبحون على خير.